Mustafa Company makes 4,000 units per year of a part called an axial tape for use in one of its products. ماشي. Data concerning the unit product cost of the axial tape follow. مديني الدايركت ماتيريال، دايركت ليبر، فاريبل اوفر هيد. التلاته دول معانا يا فندم. اما الرابعه دي الفيكسد مانيفاكشرنج اوفر هيد، لا دي فيها كلام، معلش دي انا ببص على الكلام اللي من تحت. المهم التلاته دول لو جمعتهم هيطلع لك الفاريبل كوست بير يونت عامله 45.853. يبقى الفاريبل كوست بير يونت انا جهزتها وعندي النمبر اوف يونتس فوق اهو 4000 يونت. انا كده جاهز اجيب التوتال فاريبل كوست، يعني اضرب ال 4000 على طول. انا لو واخد بالي طالما بارتو بتاعي يبقى اضرب 4000 في 53 وجهز نفسك كده. اقسم الصفحة نصين، ادي ميك وادي باي، ونبدأ نحسب على طول عشان كل رقم نقابله نحسبه. ضربت 4000 في 53 طلع لي التوتال فاريبل كوست 212000. ماشي نكمل. بيقول لي an outside supplier has offered to طبعا to من غير الw to sell Mustafa Company all of the axial tape it requires. ماشي. If Mustafa Company decided to discontinued making the axial tape, 40% of the above fixed manufacturing overhead cost could be avoided. حلو قوي، حلو حلو، شكرا. مديني avoided يعني 40% اقدر استبعده. طب وهي الفيكسد كوست اللي فوق كانت بكام؟ كانت ب 20 دولار. طب ال 20 دول 40% منهم اقدر اتجنبهم لكام يونت؟ ل 4000 يونت. يبقى كده الافويدبل توتال فيكسد كوست. طبعا في مسائل تانية انتوا شفتوا لما يقول لك would be remain would be continue، لا ساعتها كنت هاخد الفرق، لكن هنا قال لك could be avoided، هنتجنبها. شكرا، مديها لي جاهزة. يبقى هاخد ال 40% زي ما هي واضرب بقى ال 4000 يونت في 20 في 40%. لو حسبنا الكلام ده طلع 32000. اللي بعده بيقول لي assume that direct labor is a variable cost. وماله يا عم، ماشي احنا عارفين الكلام ده. امال فين العرض؟ فين الاوفر بتاع السبلاير؟ عايزين نعرف السبلاير بكام. بيقول لي assume Mustafa Company has no alternative use for the facilities presently devoted to production of the axial tape. ما عندهاش اي فرصة تانية لاستخدام الفاسيلتيز اللي بتستخدمها في الاكسيال تيب، يعني مفيش opportunity cost. ماشي. If the outside supplier offers to sell the axial tapes for $65 each، يعني اليونت الواحدة هيبقى حنا ب 65 واحنا محتاجين كام؟ 4000 يونت. يبقى هضرب ال 4000 في 65، لو حسبنا الكلام ده يطلع 260000. حلو قوي الكلام ده. ماشي، ده الكوست اوف بيرشيزنج او الكوست اوف باينج لغايه دلوقتي. هل في ترانسبورتيشن؟ بيقول لك شود مصطفى كامباني اكسبت ذا اوفر. مفيش ترانسبورتيشن، يبقى زيرو. طب خلاص عايزين نعرف بقى انا اكسبت الاوفر دوت ولا لا، الاوفر بتاع السبلاير يعني. خلاص يلا نجمع ال 212 بلس 32 طلع الكوست اوف ميكينج 244000. طب والكوست اوف باينج 260000. ايه رايكم؟ نقبل الاوفر؟ لا ما نقبلش الاوفر. ليه؟ لان الميك اقول له ميك ات اعمله. ليه ميك ات؟ لان الميكينج هيوفر لي 16000. لكن لو حضرتك قبلت الاوفر، لو انا قبلت الاوفر ده انا كده بزود الكوست ب 16000. ايه ده جبتها منين ال 16000؟ الفرق ما بين ال 260 وال 244. لو حضرتك طرحتها معايا اهو 260000 ناقص 244 طلع فعلا 16000.
فانا بقول له انت لو قبلت الاوفر الكوست هتزيد ب 16000، ولما الكوست تزيد دي تعمل ايه في النت اوبريتنج انكم؟ هتقلل النت اوبريتنج انكم بال 16000، وبالتالي الاوفر ده مش حلو، لا ما تقبلوش. بيقول لي طيب اسيوم بقى ذا مصطفى كمباني كود يوز ذا فاسيليتي بريزنتلي ديفوتد تو برودكشن تو اوف ذا اكسيال تيب to expand production of another product that would yield an additional contribution margin of 80,000 annually. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي بص بقى الفاسيليتي اللي احنا كنا نستخدمها في ان احنا ننتج البتاع ده الاكسيال تيبز دي كان ممكن نستخدمها في برودكت تاني، وده كان ممكن يزود لنا contribution margin بتاعه ب 80,000، بس احنا اللي مش هنعمل كده لو قررنا نعمل الميكينج. يبقى كده انت بتضيع على نفسك الفرصة دي ولا لا؟ يعني من الاخر نفس الكلام، بس الopportunity cost ديت بدل ما هي زيرو بقت كام؟ بقت 80. يعني الكوست اوف ميكينج المرة دي هيبقى 244,000 دي، هزود عليها 80 اهو، 244,000 هزود عليها ال 80 بتوع الاوبورتيونيتي كوست. بقت الكوست اوف ميكينج وصلت كام؟ وصلت 324,000. اوبا، ايه رايك المره دي نقبل بقى الميك ولا الباي؟ لا باي، بس هو اصلا ما كانش طالب كده. اقرا كده كان طالب ايه. بيقول لي وات از ذا ماكسيمم برايس مصطفى كامباني شود بي ويلينج تو باي the outside supplier for axial tape. قول لي اكتر سعر الشركة بتاعتنا تبقى جاهزة ان هي تدفعه لليونت الواحدة. والله انا عندي الكوست اوف ميكينج كلها للاربع تلاف يونت، لان احنا محتاجين 4000 يونت، كانت 324. يبقى اليونت الواحدة المفروض الكوست اوف ميكينج بتاعتها عاملة كام؟ اقول له والله 324,000 هقسمها على 4000 يونت، هيطلع الكوست اوف ميكينج لليونت الواحده عامله ايه؟ 81. بص بقى، طب ليه حسبتها كده؟ لان حضرتك ده اكتر سعر ممكن اوافق بيه. هتزود عليا دولار واحد فوق ده؟ لا، انا احسن لي ان انا اعملها، حتى لو انا هضحي بالكونتريبيوشن مارجن بتاع البرودكت اللي انا دلوقتي اصلا مشغله على الفاسيليتيز بتاعتي. ده المنطق بتاعها، خد بالك ان انا بجيب الكوست اوف ميكينج وبقسمها على النمبر اوف يونتس عشان ده اعلى سعر افاوض بيه السبلاير. اي دولار زيادة عن ده بيه؟ لا، انا عندي اوقف بقى البرودكت بتاع دلوقتي اللي هو الاوبورتيونيتي كوست التمانين الف واتحملها، اضيع على نفسي الكونتريبيوشن مارجن ده، بس انا هبقى اوفر من لما انت تبيع لي باكتر من 81.